عطيته الشيك عطيته العساس تقريبا 9000 درهم تيدي معايا كل شهر 3000 درهم. انا مريضه بالهباتيت سي وراجلي ما بقاش بغى يداويني قال لي لا ما نعطيكش فلوس فلوسك ديتيهم للعالمي سيري منك العالمي. انا داو لي 26 مليون اللي داو لي قال لك خلصني غادي نقص عليك خلصني طنان خلصتو. المبالغ انا اللي في راسي انها تتبدا من 3 ديال المليون ياك حتى 200 مليون. انا كنطالب يعطيني غير فلوسي ما باغا حتى شي حاجه بقيت باغا لا سكنه لا والو وليت باغا غير فلوسي. من الملك والدوله تدخلوا في هذا الشيء اللي كيديروا هذه النصابه هذه. عمليه نصب واضحه على السكنه ديال سيدي مؤمن. هاد السيده هذا الصغر الساده جديد الناس اللي ساكنين في سيدي مؤمن. احنا العائله تقريبا كاين واحد 54 في الشكايه الاولى عبش كاين مستر خوب ان كاين شكايات الناس العاديين. الواقع هو النصب والاحتيال من طرف مقاول الفاضل العالمي والشركه ديالو بانه خوته انه وجهنا واحد البقعه الارضيه اللي تم النصب علينا. الموبل اللي هو تقريبا كامل ساكن فيه الناس تي دخلنا ليه بانه يورينا الشقق هي جاهزه ها كي تنقولوا موديل ولا الشكل تيوجهنا واحد البقعه اخرى بانها تبنى لكم اقامه سكنيه. فظرف 3 شهور كل واحد الوعودات اللي عطاك اللي تيقول لي سنه 6 شهور وتطول الامور فاش نتصلوا بمعني الارض ما تنلقاش اتصال مقطوع بيناتنا. حنا هاد الشركه ديال برومو فاس الخير نصبات على علينا حنا ساكنه سيدي مؤمن وعطينا لا كارت ناسيونال ديالو غلط الكيليزاسيون غلط كلشي غلط علاش فيها المقاطعات فيها الجماعات فيها كلشي عطينا الغلط ديالو اي واحد عطي الغلط وحنا مدينا فلوسنا. عمليه نصب واضحه على السكنه ديال سيدي مؤمن. هاد السيده هذا الصغر الساده جديد الناس اللي ساكنين في سيدي مؤمن ما دار معهم لا وعد بالبيع ما دار معهم حتى شي حاجه عطاهم روسيات اللي ما فيهم روسيات اللي ماشي تامبري وخاد مع كل واحد فلوس وبحكم انه هو عارف المنطقه وعارف بان الناس ما يتلاقاوش مع بعضياتهم راه دار هذاك الشيء اللي بغى. هما تيبنيو مجموعين اخوه ثلاثه ديال الخوت تيبنيو شي عقارات في سيدي مؤمن. الناس استغلوا هذيك السمعه اللي كانت عندهم قبل تاقوا فيهم كاين اللي عطاه كاع بلا حتى الفيرسمون ديال البنكه ما عندوش. هما استغلوا ديك السذاجه ديال المنطقه وداروا اللي بغاو وصافي. دابا نصب على عباد الله دار واحد من الدرب السمسار ديالو كيجلب لي الناس. دابا راه انت اش كتعرف فيه معقول هذا؟ اش كتعرف فيه معقول هذا؟ راه معقول فلوس كي الا بغيتيهم ذكرهم قول لي بغيت فلوس في الصباح نجيبهم لك في العشيه فاشي باش نصبوا على عباد الله فهمتي. وهما مشاركين هما مقادين على الخطه ديالهم مقادين عليها هادشي دايرينو كاملين مجموعين كاملين ما كاينش غير هو بعد ولا انا داو لي 26 مليون اللي داو لي قال لك خلصني غادي نقص عليك خلصني طنان خلصتو انا ما عارف والو خلصتو. انا كنطالب يعطيني غير فلوسي ما باغا حتى شي حاجه بقيت باغا لا سكنه لا والو وليت باغا غير فلوسي صافي يعطيني غير فلوسي ويعطي الناس فلوسهم. حنا كلشي الناس مضرورين ما كاينش هذا اللي مسكين راه مشى لسيدي مؤمن نصب على واحد الساكنه طايحه حتى الحد. سيدي مؤمن راه فقراء بزاف مشى نصب عليهم وهو وخوتو. انا عندي الوراق بيننا خوتو ها هما عندي الوراق بيننا العالمي كيبيع وملي كنمشيو عند النوطير كيتكاتبوا خوتو هو ما كاينش ولكن هو النصاب الكبير هو اللي كيجيب لهم فلوس. ها هما عندي الوراق بينا بيع انا شاريه من عنده الدار الاولى الدار الاولى بيعينا ب 28 وكيبان لنا هو في الواجهه يوميا يومين نهار النوطير ما بانش لنا يعني حتى النوطير مقليزي لي الوراق ومصوبهم النوطير عا كتحك عندو كيكاشي له كيقول تعطيه الفلوس كيخرج ما بانش لنا. حنا لحد الان انا راجلي ما كيعرفش خوت العالمي ما كيعرف حتى واحد كيعرف عن محمد العالمي وهما كيقول لك حنا ما كنعرفوكمش. التوصيل اللي عطانا ديال برومو فاس الخير والمعني بالامر بانه النصاب فاضي العالمي نفس العمليه تيديرها في الموبل الاخر ديال برومو فاس الخير بانه كاين واحد الموبلات مبنيين. دابا دوكا كيقولوا الناس نعطيكم النص من تحت 10
غنعطيكم النص ديال الفلوس والنص الله يسامح اللي بغى البرد ما غنقصوا ليه النص بالفلوس ويدخل البرد ما ويكمل لينا من اليوم يدخل اللي بغى الفلوس يتسنى حتى شهر 11 حنا غنبقاو نتسناو حتى شهر 11 ومن تحت العشرة اللي جاب عند 38 واللي جاب عند 26 ما ذاكرينهم شارو هذوك ما ذاكرينهم هادشي راه مقادينهم على هادشي هذا راه مقادين عليه ديما كيديروا هاد اللعبه العباد راه دايما كيديروها تنحملوا المسؤولية للسيد محمد فاضل العالمي اللي نصب على عباد الله وكذا المجلس السابق ديال جماعة سيدي مومن اللي خلى هذا السيد ينصب على عباد الله. تخيلوا أن هذا السيد سغى الأرض ماشي ديالو، الناس مشاو للمحافظة العقارية وتأكدوا بأن ماشي ديالو ودور عليها السور وبدا تيبيع وتيقول لعباد الله بأنني غادي نسكنكم في هذيك البقعة. بأي حق غادي يدير هذا الشيء؟ وفين هي السلطات وفين المنتخبون؟ واش اي واحد جا غيدور على عرض الصور ديالو ياك بلا علم السلطات بلا علم مجلس جماعه سيدي مومن؟ يعني ان هذا الشيء راه ولا تيدور بزاف ولا وصلتوا ولا عرفتوا الوضع الاجتماعي ياك الوضع الاجتماعي والفشل الاجتماعي ديال ابناء هاد الناس ما بقاو لاقين ما تيعانيو من البطاله تيعانيو من التهميش تيعانيو من التفقير وزيد واحد الناس جامعه 5 مليون عباد الله تيتخلص بها واحد عندنا غير في عندنا غير في نهار وزيد واحد يجي يضرب العباد الله اللي جامعه في 30 عام في 40 عام اللهم ان هذا لا منكر.